الوقت المؤخرة. مباراة حقيقة يعني تأتي في هذه المباراة، كرة ملعوبة سريعة عن طريق ريال لمصنع عجوان، يوسف موسى يلعب، الرأسية تأتي من الوصل والجزيرة. بعد هذه المباراة مباشرة بإذن الله تتدخل إلى نبيل إبراهيم، حذر والحرص ما زال موجود، ولكن هناك إبراهيم يعود لمركزه السابق من جهة اليمين. ماريانو اليفواري عمره 20 سنة، عمره 20 سنة، قال في 3 أو 5 مباريات وله 14 حقيقة. عندما قيل الأوراد قال بأنه يحمل إدارات الأندية مسؤولية استلام هذه الطائرة، كرة ملعوبة، هذه خطيرة الشعبوية، ولكن وضع كرة ملعوبة سريعة، هل أرادوا تدارك الوضع وإعادة الأمور؟ راح تكون البداية حمراء شعبوية أم للفريق البرتغالي جدا وبين صبري جميل وبين عبد الرحمن وسم. كرة ملعوبة سريعة، دوري الإمارات، دوري الاحتراف، فعلا هذا المسجل هدف ثالث في مرمى فريق السابق فريق الشعب. ماريانو حاول الهجمة، سمير إبراهيم البينية محاولة ولكن الإبعاد من ماريانو، هو ثالث بالنسبة للشعبوي هذا الموسم على حساب العميد النصراوي بإذن الله. هدف مقابلة إبراهيم سيف الآن، حتى الآن سجل مع عجمان 4 أهداف، مجموعة 3 المدرب قال لا نريد خسارة ثالثة، لا نريد خسارة ثالثة. صراحة يعني عند اللاعب كعلي سامرة، عند اللاعب مميز كأدوات كاظميان، والله ممكن الكثير والكثير من المشاكل سواء على مستوى من عبد الله عيسى. ماريانو في اول مستوى الشوط الثاني، كره ملعوبه، البرتغال له مستوى الاستعداد في الدور الاول، هذا فريق عجمان، هذا الفريق الاول صالح، كره ملعوبه الان في وسط الملعب، احمد خلفان، ابراهيم خليل، شعبوي سيطر عليه جاسم، الى من؟ الى عبد الحق، ولكن ماريانو اليفواري الايف تمر الغير مقنع تماما حتى الان مع فريق ما في ناصر خميس، اللمسه الاولى سريعه الى ناصر خميس، الى من؟ الى غريب حارب، محاوله المرور ثنائي عيناوي لاحظ لعاده بالعرض الرصين للكره الماضيه، محاوله مرور ناصر خميس حارب، لاحظ فعلا ماريانو طافره من حارب، بنيه جسمانيه قوية جدا، ولكن المرور ياتي من هنا من عبد الحق اجل الريف، ولكن من جانب لاعبي عجمان لاحظ ملعوبة نادي عجمان الباحث عن هدف التقليل، وعجمان لم يسجل اي هدف، وهو مدرب الاسبوع، هو مدرب الاسبوع، هدف على فقرة بهدفين مقابل هدف. مباراة العين والخليج الثالث بفوز العين عجمان، نترقب ونتمنى ان شاء الله مباراة كبيرة من جانب الفريق، مباراة على ولكن الوحدة، لا الوحدة، الوحدة كثيرة عندما استلم الفريق في لقاء الشعب امام النصر، اقول ابدا يعني غير مطلوب اليوم كرة بتلعب يعني بتكون اذا ما اراد انه يشيل نفسه. الوحدة الدوري 3 مرات بالتساوي مع النقطة، بعد ذلك الحاج يقول ب 35 نقطة، نقطة فقط ما بين الفريقين في المقابل هذا، يعني الوحدة اليوم، بينما الشعب يتمنى ان يصل النقطة رقم 16، وراح يكون بعد النصر الثامن امين الرباطي ليراقبك من خلال هذه المباراة بالتأكيد، هو اللاعب الخطير جودوين 14 نقطة، الشباب 9 نقاط، الشارجة 5 والدبرة 3 نقاط، بينما الثامن الشباب 18 نقطة، يعني 82 فاز الوحدة بهدفين نظيفين، بينما الواجهة الأخيرة بثلاث أهداف مقابل هدفين. ولكن تبعد الكرة من أمامها، تعود الكرة للاعب الإبواري المسجل من خلال هذه المباراة بعد غياب اللاعب إبراهيم سيف للشعب. الآن اللاعب الإبواري أيضا أسعد فريق الكرة بتلعب بهدف جميل من خارج المنطقة، كرة بتلعب الآن لجودوين، والله زمان هيكسبرجر مع الشعب، كرة بتلعب فور الكوماندوز أيضا يطلب أيضا حتى الآن أيضا في هذا الموسم الشامبيون ليج بالمجموعة الرابعة، الشباب الإماراتي بطل الجولة، تغييرات تكتيكية فنية تكتيكية من أجل الإبقاء على مدينة العين، ومباراة كبيرة ما بين العين والنصر على ملعب العين والظفرة في الغربي، كرة بتلعب نلعب في الثلاث دقائق الأخيرة،
نساوي في هذا التعب في ذلك الموسم والرابعة ما بين الفريقين كرة ملعوبة الآن يعود إلى المدرسة البلدية أوليفيرا جاور الحقيقة الشديدة يعني ولكن الوصل متى يعود العودة الأخيرة كانت في 2006 على ذلك الأداء الجميل مع البرازيلي سوماريو بطولتين جدا الحقيقة ولكن الأصفر هنا مساعد والأصفر الوسطاوي الإمبراطوري يحاول العودة أمام الوحدة فقط بهدف مباشرة على ملعب الوحدة بينما الوصل الآن مرة أخرى خالد صقر الشعب المباريات القادمة ومباريات حدث ولا حرج المباريات القادمة مباريات يعني صعبة ليست للفريقين في كل الفرق في كل الفرق عشان العز المدينة ماهر جاسم هنا التغيير اللي حصل واللحظات الأخيرة المركز الحادي عشر بخمس ساعات المركز الرابع العين في المركز الثالث الجزيرة ثانيا يقول حتى الآن يعني المباراة لم تبدأ إلا واحتسب هدف بطولة دوري الدرجة الأولى ونتمنى لهم التوفيق في الموسم القادم في دوري المحترفين والصراع المركز الثاني بين فريقين كرة معاه التعادل مستمر 20 دقيقة 0 الشعب 0 الأهلي في مداد 5 للشعب مقابل 3 الأهلي التسديد على المرمى 38 في تاريخ الاتحاد الفريقين والهدف رقم 74 للأهلي 26 والأهلي نكهات الديربي الماضية ما بين الفريقين علي حمد في الإمارة الباسمة إمارة الشارقة ولكن اليوم عجمان ولكن مباراة عجمان ليست مهمة لتحسم البطولة اليوم لأن الشباب ما بين الشعب والشارقة هو لقاء الفريقين في الدور الثاني في الدور الأول نضيف عن فريق نواف مبارك كرة ملعوبة أمامية الجوكري بيلعبها لمايكل ماريانو في تاريخ اللاعبين المحترفين الأجانب أندرسون وهو ثالث الهدافين حتى الآن وراح تكون يعني لو فاز أجمان اليوم راح تكون مسألة على الفريق الحين ومن أجل حسم الموسم بالإصابة بفوز بكل تأكيد لملعب الشعب يعني الاستقبال كان ممتاز للشيخ محمد بن سبع الجماهير الشعبوية أكثر من موسم قضاء مع فريق الشعب أيام جميلة يظهر كبيرة ما بعدها من الأهلاوية كرة في الجاذب محاولة لصالح فريق الشعب محاولة المرور ولكن التدخل موجود مايكل ماريانا حاول فيه ولكن الكرة تتحول إلى الناحية واحدة مختلفة بكواب تتبع الكرة في مستوى الملعب مختلفة مايكل ماريانو ولكن مع كرة مايكل ماريانو يدخل حجرة في منتصف الملعب ماريانو يصيب عن التقدم يا ملاعب ملعب في السبق لها متواجد في الدور ما تعود عينه ماريو ما زال مستمع عبد الله عيشه جديد انا يعني محاولة تسديدة قوية ولكن والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب والأمور ما تدور يا كوماندو تعود من جديد في منتصف الملعب لصالح فريق الشعب ماريانو يصيب يمررها لبودوين الترامر كرة ملعوبة في منتصف الملعب على كرة الفريق هياها ماريانو التسديدة القوية La partie est terminée.